صادق خان أول عمدة مسلم في لندن، وصف تصريحات المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب حول الإسلام بالتصريحات الجاهلة، وأكد أنه لعبة في يد المتطرفين من خلال إعطاء الانطباع بأن الليبرالية الغربية وقيمها تتعارض مع التيار الإسلامي وفي سياق متصل. قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة ترامب المحتملة إلى بريطانيا، لكنه عبر عن سعادته بلقائه.